كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها، كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها. شكر مجموعة منصور شومان على توفير المياه، رمضان كريم، بارك الله. اجعل لنفسك بصمة بكل أمر مننا، أنا أنمو ونزه حين تتقن بالعطاء يكفنا. اجعل لنفسك بصمة في كل أمر مننا. شكرا لمجموعة منصور شومان، كل عام وانتم بخير. العطاء يكفنا، لا مستحيل لبادل بجهد أتقن ما يريد، لا مستحيل لمن سعى يعطي إذا طلب المزيد، لا مستحيل لبادل بجهد أتقن ما يريد، لا مستحيل لمن سعى يعطي إذا طلب المزيد. متقنا تسمو بروح ميزت بجمالها، كن متقنا. يلا يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الأخوة في مجموعة منصور شومان وجزاهم الله كل خير. احنا الآن تقريبا في مخيم خان يونس، من الله علينا وأكرمنا أن وصلنا إلى مخيمات اللجوء في خان يونس، والآن سيتم توزيع الطرود إن شاء الله على أصحاب الخيم والمخيم إن شاء الله. ربنا يكرم الجميع، بارك الله فيكم إخواننا في مجموعة منصور شومان، جزاكم الله كل خير، ودمتم ودام الله عطاؤكم لإخوانكم النازحين في مخيمات النزوح جنوب قطاع غزة، بارك الله بكم وجزاكم الله كل خير. كيف حالك؟ كل عام بخير. هدية من إخوانكم في مجموعة منصور شومان، بارك الله بكم وجزاك الله كل خير. كيف حالك بسمية؟ الله يرضى عليك. سأل تعال صور من هنا زوج عشان. يلا من ونف. تعال يا أبو. من هنا. فرد له. بخلينا نجيب التنتين. هات لهذا لأبو شو اسمه؟ آه والله. كمان طب بس هدية من اخوانكم من مجموعة منصور شومان، وبارك الله فيهم اجمد كلهم. شكرا. طب بس في كمان عندك هذا كمان ابن ابو كمان. كم عدد ابو كمان؟ هاي نوديهم احنا على الخير. وين ابو كمان؟ ابو كمان اذا قبل ابو كمان منصور شومان حتى ابو جزاكم الله خير. ايش بتقول لهم؟ ايش بتقول للاخوة في مجموعة منصور شومان؟ بارك الله فيهم وجزاهم الله خير. هذا حال هذا واحد شوف يا عم كل عام وانت بخير. ايش بتقول لاخوانكم في مجموعه؟ انت الحين تسلموا خلاص سلموها. سلموها وين نروح؟ هديه من اخوانكم في مجموعه منصور شومان، ايش بتوجه لهم كلمه؟ شكرا. حياكم الله. هديه من اخوانكم في مجموعه منصور شومان، ايش بتوجه لهم؟ بارك الله فيكم وجزاك الله كل خير. حياكم في مجموعه منصور شومان، ايش بتوجه لهم كلمه؟ مين ومطرود اخذ؟ صور نصغر. هذول يا عم هدية من اخوانكم في مجموعة منصور شمال، ايش بتوجه؟ سلموا على ابوكم بالاصعاب. قول لهم شكرا. قول شكرا. قولي شكرا. مين حضرتك؟ ايه؟ كل عام وانتم بخير. هدية من اخوانكم في مجموعة منصور شمال، ايش بتقول لهم؟ سلم هدية يعطيكم العافية. نصورك صورة بهمش. ليش صورنا؟ هدية من اخوانكم في مجموعة منصور شمال، ايش بتقول لهم؟ ايش بتقول لاخوانك؟ الله يجزيكم خير. ازعق ابوي من مين هذا؟ هدية من اخوانكم في مجموعة منصور شومان، ايش توجه لهم كلمة؟ يقول كل عام وانتم بخير وبارك الله فيكم. يجزيكم كل خير. الله يجزيكم خير. الله يجزيكم خير. هذا ابو شومان. هذا شومان انت بسلامة. شكرا يا ابو. ايش بتوجه لهم كلمة اخوانك في مجموعة منصور شومان؟ كل الشكر والتحية لاخوانك شومان. حياكم يا ابو شومان غيره.